زي ما حضراتكم شفتوا من خلال التقرير كم كبير من المشروعات في مختلف المجالات بالفعل تم تنفيذ هذه المشروعات في شمال سيناء. والحقيقة في جملة قالتها سيدة فاضلة دلوقتي من خلال هذا التقرير وبتقول أهم حاجة الأمن والأمان. قبل كده ما كناش بنقدر ننزل ونتحرك، دلوقتي بنقدر ننزل ونتحرك ونعمل كل اللي احنا محتاجينه، ننزل نجيب كل اللي احنا عايزينه من تحت بمنتهى الأمن والأمان، وهو ده المطلوب، هو ده اللي عشانه الدولة اتحركت وبدأت بالفعل في خطة تنمية شاملة لسيناء بشكل عام من 2014. خطة تنمية شايفين ثمارها في عدد كبير من القطاعات، ودلوقتي هنتكلم مع حضراتكم عن قطاع من هذه القطاعات وهو قطاع مياه الشرب والصرف الصحي. الحقيقة ان في مشروع كبير جدا من ضمن هذه المشروعات واللي اتكلم عنها التقرير هو محطة تحلية المياه. هذه المحطة طبعا عايزين نتكلم عنها بالتفصيل، هيكلمنا عنها دلوقتي المهندس فهيم تدرس وهو مدير هذه المحطة. صباح الخير عليك يا باشمهندس. صباح الخير، ازي حضرتك عامل ايه؟ اهلا بيك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه طيبين وكل سنه كلنا طيبين بمناسبه عاد تحرير سيناء. يا رب يا فندم. في البدايه عايزين نتكلم عن المحطه بشيء من التفصيل، لكن عايزين نعرف مكان المحطه وليه عملنا المحطه والوضع قبلها كان عامل ازاي. هو مكان المحطه هي كيلو 17 غرب العريش، وخبر حضرتك، وهي الطاقه بتاعتها 100,000 متر مكعب في اليوم، لكن قبل التوسع ل 300,000 متر مكعب في اليوم. ومعنى هي قبل التوسع ان هي ايه، ان هي بيبقى فيها الشغل الاعمال البحريه اللي هو المأخذ البحري والمواسير، ان هي قبل التوسع 300,000، لكن هي حاليا بطاقتها 100,000 متر مكعب كمرحله اولى، وبعد كده ممكن تستوعب بقى مرحله ثانيه ومرحله ثالثه. طيب ده شيء عظيم جدا. الوضع قبلها كان عامل ازاي؟ الوضع قبلها طبعا كان في مشكله، كان في مشكله، موضوع المناوبه دي كانت عامله مشكله في موضوع العريش. الكلام ده كان من زمان قوي. معنى المناوبه مثلا كانت المايه بتيجي ماكسيموم مثلا مره مرتين في اليوم في الاسبوع، ما كانتش اكتر من كده، كانت المايه محدوده، كان مصادر المايه كانت هي مايه النيل ومايه الابار، فبالتالي المايه ما كانتش كافيه لاهل العريش. يعني المايه كانت توصل للبيوت مره او مرتين في الاسبوع. ده كان بكتير يعني. فكانت عامله مشكله طبعا، كانت بيملوا خزانات ما لحقوش يملوا خزانات. كان البديل ان هم ينزلوا يملوا مايه بالظبط كده. فكان الحمد لله بعد ما المحطه اشتغلت خلاص المشكله دي انتهت. وعلى فكره المحطه دي مش بس بتغذي العريش، دي بتغذي كمان العريش ورفح والشيخ زويد. احنا قلنا انتاجها قد ايه يا فندم؟ 100,000 متر مكعب في اليوم. 100,000 متر مكعب. دي تكفي حوالي، المفروض حوالي تكفي نص مليون نسمه تقريبا. طب ده احنا عاملين حساب الزياده كمان. بالظبط كده. يعني قلنا لو في كتله سكانيه زياده فاحنا عاملين حسابها من خلال هذه المحطه. بالظبط كده. ويبقى المرحله الثانيه والثالثه اكيد بعد كده عشان التوسعات العبرانيه، ممكن في التوسعات ان شاء الله تبتدي المرحله الثانيه والثالثه بعد كده. عظيم. طبيعه عمل هذه المحطه ايه فندم؟ هي شغاله بالنظام اللي هو الضغط الاسموسي العكسي، ان هي المايه بتخش لها من البحر بتضغط عند ضغوط عاليه قوي، بيحصل فصل المايه المالحه عن المايه الحلوه، وتطلع بعد كده المايه الحلوه بيتضاف عليها شويه املاح بحيث انها مطابقه للمواصفات العالميه وتبقى قريبه من المايه بتاعت مايه النيل. طيب عظيم. اهم حاجه طبعا في الموضوع يا باشمهندس هو ان الاهالي يحسوا بالفرق. اكيد طبعا هم اكيد حاسين بالفرق طبعا. اكيد يعني طبعا يعني من المحطه يمكن شغاله دلوقتي بقى لست شهور، انا طبعا من خلال يعني جولاتي في العريش وبمشي في العريش وكده اكيد بسمع طبعا الاهالي العريش طبعا بيفرق معهم جامد جدا، لان انت لما كان بيجي لك المايه مره ومرتين في الاسبوع دلوقتي بيجي لك المايه كل يوم، فطبعا المايه هي الحياه يعني زي ما احنا عارفين، فاكيد طبعا فرق جامد طبعا الكلام ده طبعا. طيب ده عظيم جدا. في نيه كمان زي ما حضرتك ذكرت في البدايه للتوسع في نفس المحطه ان شاء الله. مظبوط كده. ان شاء الله. وده اكيد طبعا على حسب بقى التنميه البشريه، طبعا المحطه دي هتبتدي تجذب بقى رؤوس الاموال والاستثمار، صناع الحمد لله دلوقتي في ظل الامن والامان اللي احنا عايشينه بعد طبعا مرحله اللي عدت كانت يعني طبعا فيها قلق كلنا عارفينه، بس الحمد لله دلوقتي يعني الدنيا بقت احسن بكتير يعني. الجميل يا باشمهندس ان احنا واحنا بنخطط لمشروع كبير طبعا وتكلفته كبيره، فبالتالي عاملين حسابنا في التوسع في هذا المشروع، مش فكره ان احنا ممكن نعمل مشروع تاني وتالت ورابع، لا ممكن نتوسع في هذا المشروع ويغطي مساحه اكبر برضه. بالظبط. ما ده اقول لحضرتك ايه، ده كان مخطط. ده المخطط. احنا دلوقتي بس مرحله اولى 100,000 متر مكعب، لكن ممكن المرحله الثانيه والثالثه يوصل بقى كده 300,000 متر مكعب على حسب بقى متطلبات اهل عريش وكده اهوت يعني. كل طعم زي الزياده السكانيه والزياده التنميه هيحتاجوا ميه اكتر اكيد يعني. مهما زاد الضغط على ما فيش مشكله. لا ما فيش مشكله، احنا يعني احنا نغطي لما المرحله الثالثه يشتغل نغطي لغايه مليون ونص نسمه في. طيب ده عظيم جدا، محطه كبيره طبعا. دي معموله مع مستقبل البعيد كمان يعني. طيب هي كويس جدا. محطه كبيره زي دي يا باشمهندس اكيد فيها عدد كبير من المهندسين والعمال اللي اشتغلوا على انشائها واللي اشتغلوا كمان على تشغيلها. بالظبط كده يعني. كان ايام الانشاءات مثلا كنا بنتكلم في حوالي 1500 عامل،
دي كانت العمالة المباشرة. خير طبعا العمالة بقى الغير المباشرة هي مثلا زي السواقين، الموردين، المقاولين الباطن. طبعا كان في عمالة جامدة. حاليا مثلا بنتكلم في حاليا 150. خدت وقت قد ايه يا فندم في إنشاء؟ خلال سنتين ونص. سنتين ونص لغايه بدايه التنفيذ. من بدايه التنفيذ لغايه التشغيل احنا ابتدينا نشغل بالظبط شهر 10 اللي فات. ابتدينا نطلع ميه شهر 10 اللي فات. طيب والتشغيل؟ التشغيل بقى لا التشغيل ما بياخدش طبعا الناس دي كلها، بياخد مثلا من 100 ل 150 واحد مهندسين بقى على فنيين على ايه على عماله. برضه دي فرص عمل؟ طبعا فرص عمل. اكيد طبعا اكيد طبعا. واحنا طبعا شغالين 24 ساعه، انت حاجه الميه شغاله 24 ساعه في شغالين شيفتين. فالموظفين شغالين في هذه المحطه 24 ساعه بالظبط كده. طب ده عظيم جدا، هو مجهود كبير الحقيقه ويستحق الشكر طبعا. وزي ما كنت بتكلم في البدايه اهالينا في العريش يستحقوا ده ويستحقوا اكتر من ده كمان. اكيد طبعا هم كفايه اللي شافوه يعني الحمد لله. أنا اكيد طبعا الفتره اللي فاتت دي كانت صعبه جدا، فيعني ده اقل حاجه ممكن نعملها خدمه لاهل العريش والشمال سيناء كلها. الناس دي فعلا شافت يعني ايام كانت يعني يمكن عشتها معاهم في الاول، لكن هم طبعا يعني يستاهلوا كده واكتر من كده بكتير يعني. لكن شغالين على كل القطاعات كمان، مش مساله المايه بس يعني. طبعا هي اساسا هي المايه هي اهم حاجه دلوقتي. المايه طبعا المايه هي الحياه. توجز المايه خلاص ابتدى بقى التنميه البشريه، ابتدى بقى في كهرباء، ابتدى يبقى في استثمارات، ابتدى يبقى في ده بقى دي نقطه مهمه جدا عايزين نتكلم عنها يا فندم، الاستثمارات. يعني المستثمر لما يشوف المنطقه مهيئه للاستثمار بدا يبقى فيها بنيه تحتيه، بدا يبقى فيه اهتمام بالمرافق، بدا يبقى فيه اهتمام بالطرق. اعتقد ان دي عوامل جذب لكل المستثمرين. اكيد طبعا اكيد طبعا، لان طبعا اكيد لما المستثمر يشوف الكلام ده هوت ان هو عنده البنيه التحتيه موجوده، عنده ميه، عنده كهرباء، عنده مرافق، عنده طرق، اكيد طبعا. واهم حاجه فيه برضو امن وامان، دي اهم حاجه طبعا، لان انت عارف راس المال دايما بيقول لك يعني ايه بيبقى يعني اللي بيبقى خواف شويه طبعا. لما يشوف كل العوامل دي موجوده طبعا ممكن ان شاء الله المستثمرين اكيد يجوا على العيش وشمال سيناء، يبتدوا بقى يحيوا تاني من جديد ان شاء الله. واحنا الفتره من الفترات شفنا هجوم ارهابي على المنشات المدنيه، لكن الحمد لله بفضل احكام السيطره الامنيه دلوقتي الحمد لله الدنيا تمام جدا، الوضع مطمئن، الامن مستقر. فاي مستثمر يحب ان هو يكون موجود هنا طبعا اعتقد ان المحافظه مستعده لتقديم كافه الخدمات وتذليل كافه الصعاب، وهنتكلم بكل تفصيل بالتاكيد مع سياده المحافظ بعد شويه. لكن اقصد ان احنا مستعدين، المحافظه مستعده بكل ما اوتيت من قوه من امكانيات مستعده للتعامل مع المستثمرين. اكيد طبعا. وبرضه في البنتاز فرصه برضه بشكر يعني رجال الشرطه ورجال الجيش لكل اللي عملوه عشان نقدر نقف الوقفه دي ونقدر نطلع المشاريع الكبيره دي. لولاهم هم ما كناش قادرين نطلع حاجه لتضحياتهم وكده. طبعا هي دي كانت الاساس بتاعتنا يعني. فطبعا بنوجه لهم الشكر كلهم يعني طبعا بكل تاكيد. واحنا بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا في صباح الخير يا مصر. المهندس فهيم تدرس مدير محطه تحليه المياه في العريش.